السلام عليكم البنات، كيدايرين؟ لاباس عليكم؟ المهم سمحوا لي على الغياب، راكم حارقين الظروف. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم واحد الطاجين البنات ديال الدجاج والبصله والزبيب بطريقتي الخاصه. وبما ان عندي الطاجين صغير كما كتشوفوا، يعني درت واحد الطريقه باش هكذا ما كيبقاش داك لاصوص يفيد ليا وداك الشيء. المهم خليكم مع الفيديو، نتمنى ليكم فرجه ممتعه. بالنسبه للتوابل وبالنسبه يعني الطريقه، راه كل واحد كيدير الطاجين بالطريقه ديالو. سهله شي حاجه اللي يعني ما فهمتي، ما فيهاش صعوبه ولا هذا. فرجه ممتعه، نخليكم مع الفيديو. وإلا عجبكم كالعاده ما تنساونيش من التعاليق الزوينه ديالكم اللي كتحفزني، وشكرا لكم بزاف. وكنطلب منكم تدعوا معايا وتمنوا لي الشفاء العاجل ان شاء الله يا ربي. Thank you.
درت هاد الوابور وحده شرطتها باش
داك الدجاج راه كل هاد القضيه ما عمرها تكون بزاف هاد الزلافه، وداكشي علاش البصله الاخرانيه اللي غندير مع الزبيب شديتها في